عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة شيوات سليمة. اليوم غنحضروا كراميل صنع منزلي، كيجي لذيذ ان شاء الله. غادي تحتاجوه وغادي يولي معتمد عندكم ان شاء الله بزاف ديال الوصفات القادمة ان شاء الله. لهذا الكراميل اش غادي نحتاجو؟ نحتاجو كاس ديال السكر سنيدة، وكاس ديال القهوة مقطرة تكون سخونة. شرط اساسي ان السائل هذا ديال القهوه يكون سخون، واللي ما كيبغيش قهوه مقطره يدير كاس ديال الماء مغلي ويضيف ليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. انا كنفضل هذه القهوه هذه. غنديروا 200 غرام ديال الشوكولات ابيض كيف ما بغى يكون في النوعيه ديالو، ولكن الا كانت نوعيه جيده مزيانه. انا دابا في هذه الوصفه دايره معكم هذه، في هذه الوصفه دايره هذه، ولا كانت ماركه مزيانه يكون احسن. ناكد على واحد المساله، لان الشوكولات يكون لونه ابيض، يكون فاتح ملي نشريوه، شوفوا يكون لونه ابيض فاتح، حيت ملي كيكون صفر كيجي صعيب في الذوبان، ما كيكونش بحال نقولوا قدام. ركزوا على انه يكون ابيض باش تحصلوا على نتيجه زوينه. في المرحله الاولى غادي نشد كاسرول وتكون ثقيله وتكون ما فيها حتى شي قطره ديال الماء والو. غنضيف ليها الكاس ديال السنيده وغادي نديرها على البوطه، وانا غادي نتبع معكم المراحل كلها على البوطه. اللي فيها السكر سنيده ها انا درتها على البوطه على عافيه مهيله، وما غادي نحركوها، ما غاديش نقصوها، ما والو، غادي نخليوها هكا حتى كيبداو هاد الجوانب ها همايا كما كتشوفوا معايا كيطلقوا. غادي نخليها هكا حتى كيدوب السكر كامل، ما غاديش نقصوه، ما نعاونوش حتى كيبدا يطلق السائل تحت، عاد نبداو نعاونوها شويه. انا غادي نوريكم هذه المرحله هذه منين توصل المرحله اللي خصها. هنايا الكراميل ولا كيدوب، هنا غادي نعاونو بالمعلقه ديال العود بحال هكا، نبقى نعاونها على عافيه مهيله، كنأكد عليها على عافيه مهيله. منين كيدوب كامل السكر عاد غادي نضيف ليه القهوه، وها انايا هنايا درتها كتسخن على البوطه لانها بردات ليا داك الكاس، كنأكد على داك القهوه تسخن. انا غادي نكمل، ما قطعتش التصوير حتى تذوب حبيبات السكر مزيان. الا جهدنا عليها البوطه كيتحرق داك الكراميل، كيجي فيه المذاق مر، والناس اللي كيبغيو الكراميل بمذاق القهوه هذا كيجي لذيذ ان شاء الله. كاين بزاف ديال الوصفات بالكراميل بالحليب، وكاين بالقشده، وانا جربت معكم هذا دابا بالقهوه. هاد المرحله هادي منين داب شتي على لون كيولي فيه زوين، منين داب وحصلنا على هاد اللون هذا، دابا غادي ندير نزيد هاد القهوه. وردوا بالكم وبعدو يديكم وجهكم بحال هكا، ماشي مشكل. منين غادي تحجر شتي البخار على، انا ما قطعتش التصوير، ها هو غادي يرجع اللون الاصلي، الوضع الاصلي ديالو. الا درتوه بارد ما غاديش يدير لكم هاد القضيه هادي، ولكن ملي سخون باش كيدوب دغيا. انا ما قطعتش التصوير نهائيا، ها هو غادي يرجع كنقولوا الوضع الصحيح ديالو. غير ديروا شي معلقه شويه تكون عاليه وما خطوار ان شاء الله. حنا كنواصلوا في التحريك باش ندوب هاد السكر اللي تحجر، نحاول ندوبو كامل وغادي يدوب كامل. دابا هنا غادي نوقف حتى كندوب هاد الجزيئات ديال السكر، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نضيف ليه الشكلاط خارج النار
شتي كيفاش كيرجع؟ ها هو رجع للاصل ديالو، ما غاديش تبقى كاع هذيك الكويره، ولا بقات لينا هذه الكويره صغيره ماشي مشكل نحيدوها. بعد ما داب ليا السكر بحال هذا الشكل ولا، الا بقى لكم ديك الطريفه ديال السكر محجره نحيدوها بلا ما نكملوا انها تذوب، لانه كيولي مر. انا شخصيا كنبغيه يبقى لونه فاتح، ما كنبغيش حار. ودابا غادي نزيدو هاد الشكلاط، غنذوبوه غير في السخونيه ديال القهوه خارج النار. هاد العمليه غنديروها ماشي فوق البوطه، والشكلاط هو اللي كيحدد لينا النسبه ديال الكثافه ديال هاد الكراميل، واش بغيناه قاصح ولا بغيناه خفيف. انا غادي نبقى نحرك، راني طولت عليكم لحقاش بغيت نوريكم المرحله فوق البوطه. غادي نحركو حتى كيدوب كامل ونتلاقاو ان شاء الله. كنبقى نحركو، ها هو بدا كيتقال كيبرد. غادي نواصل انا حتى كنحصل عليه مجانس. الشكل النهائي ديال صلصه الكراميل تيجي على هذا الشكل هذا، تتصلح العديد من الوصفات اللي غادي نتعتمدوهم ان شاء الله، بحال الصابلي ممكن تلصقوا بها الصابلي، او تزينوا بها الكلاص، او تدخلوها في كريمات، علاش لا. الشكل ديالها تيجي على هذا الشكل هذا، شوف الكميه اللي خرجات، نوريكم الشكل ديالها من الداخل. كتجي على هذا الشكل، راه ملي كنديروها في الثلاجه كتزيد تعقد. هنا كيف ساليتها انا حطيتها باش نكمل التصوير. الا بغيتوا الكثافه ديالها تكون عقده على هذا الشكل كتزيدوا شويه ديال الشوكولاته الابيض. انا بالنسبه ليا كنكتفي بهذا القدر هذا، منين كنديرها في الثلاجه كتجي في القياس هو هذاك. الى عجبتكم الوصفه خليوا لي تعليق وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. خليت لكم الراحه، في امان الله.